الربيعي وتجمعية المجتمع المدني اللي جاو من العدارة أبو شارن وبقارة كانوا جاو لهم الشكر الطاقم الصحفي. اليوم هو اليوم العالمي للمرأة الاحتفالا بالمرأة القروية، لأن المرأة القروية في العالم القروي كانت أنها كتبذل مجهود كبير من بعد ما الأمهات ديالنا واللي عانوا من بزاف ديال الصعوبات اللي فكرنا حنا كجمعية المجتمع المدني أننا باش نحتفلوا. من بعد ما كنا كنشوفوا الاحتفالات ديال هذا اليوم العالمي للمرأة كان دائما كيكون عيد في المدينة أو فقط، يعني المرأة القروية دائما منسية، والمرأة القروية سيدات الأعمال لأنها سهرت وناضلت من صمت ووصلت. عطاونا المرأة القروية، عطتنا أساسيد، عطتنا دكاتير، عطاونا جيل صاعد، ولهذا بغينا نفكروا باش نزيدوا نحمسوا المرأة القروية منهم الناس اللي ما رغم الصعوبات اللي كاينه في العالم القروي، راه ماشي انه بالسهل باش تعطينا هاد الام واحد الابناء صاعدين، ماشي بالسهل، راه ماشي بالسهل باش نعطيو لهاد هذا. لهذا فكرنا حنا كان باش نتوجوا هاد الامهات ودرنا هاد اليوم العالمي للمرأة باش نرفعوا المعنوية ديال المرأة، ودمجنا هاد السباق هذا الأبناء ديالهم باش يكون بزاف ديال الحماس، باش الحمد لله نكون عطينا شي حاجة للأم والأخت أو الزوجة أو الأبناء ديالنا اللي كاينة في هاد المنطقة هذه.